أصيبت في وجهها بالشلل. هالة صدقي بأسرار لأول مرة بعد إنجابها لأبنائها التوأم. كشفت الفنانة هالة صدقي في إحدى اللقاءات التلفزيونية: لو عايز تعرف كل الأخبار الجديدة يلا اشترك دراسي في القناة واوعى تنسى كومنت واللايك. تحدثت الفنانة هالة قائلة بعد إنجابها لأبنائها التوأم: كانت خايفة من فكرة التربية ومواجهة الطفلين، وكانت بتتهرب منهم لدرجة انها دخلت في حالة اكتئاب، ومن كتر الحسد لانها مؤمنة جدا بيه قالت يوم السبوع عملت حفلة صغيرة في بيتي، واتفاجئت لقيت فنانين كتير جم وكانوا بيباركولي، لكن حصل لي حاجة غريبة، فجأة جالي شلل في نص وشي والسبوع باظ. وفضلوا يكلموا الدكاترة واكتشفوا بعد كده ان في مشكلة عندي في العصب السابع، والحمد لله اتعالجت منه ورجعت لحياتي الطبيعية.